بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس ده إن شاء الله هنتكلم عن المنادى. طيب إحنا محتاجين نعرف المنادى حاجتين، أولا إيه هو المنادى، ثانيا أنواع المنادى. طيب أولا إيه هو المنادى؟ المنادى هو اسم يذكر بعد أداة النداء لاستدعائه أو تنبيهه. هو اسم يذكر بعد أداة النداء لاستدعائه أو تنبيهه. يعني مثلا لو قلنا يا محمد أقبل، يا محمد أقبل، محمد ده اسم ذكر بعد أداة النداء. طيب أنا بقول يا محمد أقبل، إحنا عايزين نستدعي محمد أو عايزين ننبهه إن هو يقبل، يبقى المنادى هو اسم يذكر بعد أداة النداء لاستدعائه أو تنبيهه. طيب تاني حاجة معانا النهاردة إن شاء الله وهي أنواع المنادى. طيب أنا عايزك تركز كده علشان الأنواع المنادى ثلاثة، وكل نوع من أنواع المنادى برضو ليه أنواع، فعلشان المعلومات ما تتلخبطش معاك. طيب أنواع المنادى، للمنادى ثلاث أنواع، منادى معرب ومنادى مبني ونداء ما فيه ال. منادى معرب ومنادى مبني ونداء ما فيه ال. طيب أولا المنادى المعرب، المنادى المعرب بقى ثلاث أنواع برضو، المنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف والمنادى النكرة غير المقصودة. طيب أولا المنادى المضاف، المنادى المضاف هو اسم معرب منصوب يذكر بعد أداة النداء ويأتي بعده مضاف إليه. المنادى المضاف هو اسم معرب منصوب يذكر بعد أداة النداء ويأتي بعده مضاف إليه. يعني إيه مثلا؟ يعني مثلا لو قلنا يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد، طالب ده المنادى، جه بعده مضاف إليه اللي هو العلم، يبقى ده منادى مضاف. طيب إحنا عرفنا المنادى المضاف وقلنا هو اسم معرب منصوب، يعني المنادى المضاف منصوب، يبقى إعراب المنادى اللي هو كلمة طالب منادى منصوب بالفتحة، منادى منصوب بالفتحة لأنه مفرد، هو منصوب بالفتحة، بالفتحة خاصة لأنه مفرد. طيب لو كان جمع أو مثنى أو أي حاجة تانية علامة النصب بتتغير، بس مش هنتعمق في علامات النصب دلوقتي علشان المعلومات ما تتوهش منك. يبقى المنادى المضاف هو اسم معرب منصوب يذكر بعد أداة النداء ويأتي بعده مضاف إليه، زي ما قلنا يا طالب العلم اجتهد وطالب منادى منصوب بالفتحة. تاني نوع من أنواع المنادى المعرب وهو المنادى الشبيه بالمضاف، المنادى الشبيه بالمضاف. المنادى الشبيه بالمضاف هو اسم معرب منصوب يذكر بعد أداة النداء ويأتي بعده جر ومجرور غالبا، جر ومجرور غالبا. خلي بالك انا بقول غالبا، يعني مش دايما جر ومجرور. طيب خلينا بس في جر ومجرور دلوقتي. يعني مثلا لو قلنا يا عاملا بالمصنع اتقن عملك، يا عاملا بالمصنع اتقن عملك، عاملا ده المنادى، جه بعد أداة النداء، بعده جر ومجرور اللي هو بالمصنع، بقى حرف جر والمصنع اسم مجرور، يبقى ده منادى شبيه بالمضاف. طيب ايه إعراب المنادى الشبيه بالمضاف؟ منادى منصوب، وعشان ده مفرد يبقى منادى منصوب بالفتحة، يبقى يا عاملا بالمصنع أتقن عملك، عاملا ده المنادى، نوع المنادى شبيه بالمضاف، إعراب المنادى منادى منصوب بالفتحة. تالت نوع من أنواع المنادى وهو المنادى النكرة غير المقصودة، المنادى النكرة غير مقصودة. المنادى النكرة غير مقصودة هو اسم يذكر بعد أداة النداء ولا يقصد به شخص بعينه، هو أصلا نكرة غير مقصودة، غير مقصودة يعني مش بنقصد حد بعينه. يعني مثلا لو قلنا يا طبيبا اهتم بالمرضى، يا طبيبا اهتم بالمرضى، احنا بنقول يا طبيبا، طيب احنا قصدنا طبيب بعينه أو خصينا طبيب معين؟ لا، احنا ما خصناش حد معين، يبقى ده منادى غير مقصود وهو نكرة، يبقى نكرة غير مقصودة. والمنادى النكرة غير مقصودة من أنواع المنادى المعرب. طيب المنادى النكرة غير مقصودة احنا كنا بنقول اسم معرب منصوب، يبقى إعرابه منادى منصوب بالفتحة، منادى منصوب بالفتحة. يبقى المنادى النكرة غير مقصودة هو اسم معرب منصوب يذكر بعد أداة النداء ولا يقصد به شخص معين أو شخص بعينه، زي ما قلنا يا طبيبا اهتم بالمرضى. يبقى احنا كده اتكلمنا عن المنادى المعرب وقلنا المنادى المعرب ثلاث أنواع، منادى مضاف، منادى شبيه بالمضاف، منادى نكرة غير مقصودة. طيب تاني نوع من انواع المنادى وهو المنادى المبني، المنادى المبني. المنادى المبني نوعان، العلم المفرد والنكره المقصوده، العلم المفرد والنكره المقصوده. طيب اولا العلم المفرد، المنادى العلم المفرد هو ما كان كلمه واحده ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هو ما كان كلمه واحده ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا لو قلنا يا محمد اجتهد، يا محمد اجتهد، محمد ده المنادى. طيب ايه حاله المنادى؟ هو كلمه واحده مش مضاف، ما فيش بعده مضاف اليه ولا شبيه بالمضاف، ما فيش بعده جر ومجرور، يبقى ده منادى علم مفرد. طيب المنادى العلم المفرد من انواع المنادى المبني، يبقى اعراب المنادى منادى مبني على الضم في محل نصب، منادى مبني على الضم في محل نصب.
وبرضه بنفس الكلام مبني على الضم بالذات علشان ده مفرد. طب لو كان جمع او مثنى او اي حاجة تانية يبقى مبني على ما يرفع به، مبني على ما يرفع به. يعني مثلا لو مثنى يبقى مبني على الالف في محل نصب. انا بس مش عايز اتوهك بعلامات النصب دلوقتي علشان تخليك في مود الدرس. طيب يبقى احنا قلنا المنادى العلم المفرد هو ما كان كلمة واحدة ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، زي ما قلنا يا محمد اجتهد. طيب تاني نوع من انواع المنادى المبني وهو المنادى النكرة المقصودة. المنادى النكرة المقصودة، احنا قلنا في المنادى المعرب تالت نوع فيه المنادى النكرة غير المقصودة، وقلنا لا يقصد بالمنادى النكرة غير المقصودة شخص معين. اما في المنادى المبني النكرة المقصودة هو ما يقصد به شخص معين. هو ما يقصد به شخص معين اسمها نكرة مقصودة، يبقى احنا بنقصد حد بالنكرة دي. يعني مثلا لو قلنا يا طالب اجتهد، يا طالب اجتهد، انا بقول يا طالب، انا اقصد طالب معين، يبقى ده منادى نكرة مقصودة. والنكرة المقصودة من انواع المنادى المبني، يبقى طالب منادى مبني على الضم في محل نصب، وبرضه مبني على الضم ليه؟ لانه مفرد. يبقى المنادى النكرة المقصودة من انواع المنادى المبني وهو ما يقصد به شخص معين او ما يقصد به شخص بعينه عند النداء. زي ما قلنا يا طالب اجتهد، اعراب طالب منادى مبني على الضم في محل نصب. يبقى احنا اتكلمنا عن المنادى المبني وقلنا المنادى المبني نوعين، اولا العلم المفرد، ثانيا النكره المقصوده. ثالث نوع من انواع المنادى وهو اخر حاجه معانا النهارده ان شاء الله وهو نداء ما فيه ال. انت لو تفتكر كل اللي احنا قلناه قبل كده منادى بس ما فيهوش ال. طيب لو المنادى بقى اقترن بيه ال، اذا اقترن المنادى بال ما ينفعش يجي بعد اداه النداء مباشره. يعني مثلا ما ينفعش نقول يا الطالب او يا الفتاة، لا ما ينفعش. طيب افرض النداء في ال، اذا كان المنادى مقترن بال لابد ان يسبق المنادى ايها او ايتها. يعني مثلا كلمة الطالب هنقول يا ايها الطالب، طيب الفتاة يبقى يا ايتها الفتاة. تمام، يبقى المنادى اذا اقترن به ال يأتي قبله ايها او ايتها، لازم ولا بد. طيب تعالى ناخد مثال بقى ونعربه. مثلا كلمة الطالب، الطالب هنقول يا ايها الطالب اجتهد مثلا. طيب تعالى نعرب يا ايها الطالب. يا حرف نداء مبني على السكون، ايها اي منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه، اي منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه، والطالب نعت مرفوع. يبقى يا حرف نداء مبني على السكون، اي منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه، الطالب نعت مرفوع. يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن المنادى، عرفنا المنادى وخدنا انواع المنادى، منادى معرب ومنادى مبني ونداء ما فيه ال، وقلنا المنادى المعرب ثلاث انواع، المضاف والشبيه بالمضاف والنكره غير المقصوده، والمنادى المبني نوعين، العلم المفرد والنكرة المقصودة، ونداء ما فيه ال لابد ان يسبقه ايها او ايتها، وخدنا مثال على نداء ما فيه ال. وده كان درس النهارده عن المنادى، بتمنى يكون الدرس عجبك. ونصيحة بسيطة، لو انت لسه واقع منك حاجات في الدرس هاته من الاول تاني مش عيب، وهات ورقة وقلم واكتب اللي ناقصك وحاول تجمع معلوماتك وان شاء الله هتفهم الدرس. لو عجبك الدرس ما تبخلش عليا بلايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.